السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة نعمل لكم الأور. كده يا جماعة احنا خلصنا تقطيع الرقاق وهنخبزه بقى. شوفوا شكله عامل ازاي. حمريها دي الله ينور. ده رقاق العيد يا جماعة. الله ينور. معلش البلاطة يا جماعة حرارتها جامدة جدا عشان العيش يطلع مستوي حلو والرقاق يطلع مستوي حلو ويبقى لها طعم حلو. وعلى فكرة انا عاملة دي بلدي مش دي زيرو للرقاق.
الفرن اللي قدامكم ده مش دقيق بيض، ده بلدي. الدقيق البلدي فيها رده اللي هم عندهم السكر، اللي هم امراض السكر دي بيخفف السكر شويه. الله ينور الله ينور.